كما أقول دائما لما سيختار هذا القسم، يجب في البادية أن يكون لديهم حب للحيوانات. الأمر الثاني هو اقتراح مني، أرى أن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالحيوانات منذ الطفولة، والذين يربون القطط والكلاب والأسماك في منازلهم، والذين يعرفون كيفية ركوب الخيل في وطنهم، والذين يهتمون بالأبقار والأغنام والماعز والماشية، هم أكثر أهلية لهذه المهنة. لكن وحتى إذا كان بعض الأشخاص ولدوا في مدن كبيرة ولم يتعاملوا مع هذه الأمور من قبل ولا يعرفون عنها الكثير، ولكن لديهم حب تجاه الحيوانات، فيمكنهم أيضا تدريب أنفسهم في هذا المجال طالما أن لديهم حب الحيوانات وطاقات التعلم. إضافة إلى ذلك، نريد أن تكون البراعة اليدوية أعلى قليلا لدى الأشخاص الذين سيختارون هذا القسم. بعبارة أخرى، نحن نرى الأشخاص الذين يمكنهم استخدام أصابعهم بسهولة أكبر واتخاذ قرارات سريعة بنفس الطريقة، ولديهم قدرة على التفكير العقلاني، ويمكنهم على الفور تخفيف النزيف وعدم الذعر أمام حركة الحيوان، وبالتالي يمتلكون صفات التفهم والذكاء والانفتاح على الخبرة والتعاون، يكونون أكثر نجاحا في مجال الطب البيطري. الحيوانات أصدقائنا، نريد أن يتعامل طلابنا بهذه الطريقة في المقام الأول. زاد عدد الحيوانات الغريبة القادمة إلى العيادات البيطرية في السنوات الأخيرة، خاصة مع ظروف البيئية المتغيرة اليوم. ظهرت نماذج وملامح حيوانية جديدة، من الأفاعي إلى الحرباء والإجوانا والراكون والسناجب والسلاحف ومنعناكب الرتيلاء إلى الثعابين ذات الأحجام المختلفة، حيث يتغير ملف الطب البيطري ببطء. لذلك أنا ومن كل النواحي أوصي بكل إخلاص الأصدقاء الطلاب الذين يحبون الحيوانات ويهتمون بهذا المجال ويريدون تكريس حياتهم بالحيوانات بالدراسة في كلية الطب البيطري في جامعة إسطنبول جراح باشا، لما تملكه من تعليم مميز وطاقة من أكاديمي متمكن ومتخصص وكف، ولما تقدمه من الفرص والمرافق إضافة إلى المزايا التي تقدمها الدراسة في مدينة إسطنبول. نحن في انتظارهم.